السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في القناة، مرحبا ألف، معكم ماستر. طبعا جايب لكم جليش تهكير سيارات. طبعا هو عبارة عن نقل التهكير من سيارة لسيارة. الجليش متطلباته سهلة، أول شيء لازم يكون عندك بنكر. كبداية نطلب منكم الاشتراك واللايك والنشر. أول شيء عندك خيارين، يا إنك تحط رسبونك بنكر وتغير السيرفر، أو إنك تروح البنكر وتروح مرة ثانية للأوتوشوب. فانا حطيت رسباني بنكر ونتجه الحين الى الاوتوشوب. طبعا قليل سهل وجدا مره ايزي وسولو كمان. طبعا يا اخوان بعد ما تدخل الاوتوشوب، طبعا لو ما كان عندك سيارات مهكره عادي تقدر تسوي جليش، يا انك تروح تخش على موقع بينز تضغط على الترافل، بعدين تنزل عند بينز هنا، اوكي، وتاخذ لك اي سياره من سيارات بينز. طبعا هذه كلها سيارات بينز، اوكي، حط عليها جنوط حقت بينز، عرفتوا؟ حط عليها الجنوط حقت بينز، وبعدها تقدر تنقل التهكيره الجنوط من السياره حقتك اللي هنا للسياره اللي تبغى تهكرها، او انك ما عندك مثلا تبغى تركب سيارات اف 1 تروح عند الليجندري هنا، تمام، وتنزل تحت عند هذه السيارة، عندك هذه السيارة، وهنا عندك برضو هنا سيارة، هذه أرخص واحدة فيهم، طبعا الكفرات واحدة، هنا عندك 1,900,000، هنا عندك 3,000,000، أتوقع غيرها ما في، إيه ما في غيرها، فعندك 3 سيارات أو 4 3، هنا 3,000,000، والله كلها غاليات، هنا 1,200,000 وهنا 3,400,000، اختار اللي يعجبك. طبعا الكفرات واحدة، ما في فرق بين الكفرات حقتها، أهم شيء إنها اف 1 وخلاص. وترسبنا عندك في الاوتوشوب. دحين كل اللي عليك ايش تسوي؟ مثلا انا عندي هذه السيارة، تمام، شايفينها، كل اللي عليك ايش تسوي؟ تركب وتضغط مثلث، بعدها ايش تسوي؟ تضغط سهم يمين، بعدها ايش تعمل؟ تضغط عند الارمري، غير فيها اي حاجة، غير ورجع تعديلك، تمام، بعدها تضغط اكس وتخرج كذا من مكان التعديل. بعد ما تخرج من مكان التعديل حينزلك من السيارة، ترفع التليفون حقك وتدق على جيرالد، اوكي، فينك يا جيرالد؟ تعال تعال، هذا هو جيرالد، تطلب منه مهمة، حيتصل عليك، حيرد عليك قصدي، تسوي له ريكوست جوب، وروح عند السيارة. طبعا عندك سيارتين هنا، اختار السيارة اللي تعجبك. طبعا إذا ما تبغى هذه السيارة عادي تسوي مهمة حقتها توصلها وتنتظر كذا قليل من الوقت حتى ترسبن سيارة ثانية معك. فأنا عندي بها زي هذه مهكرة، فأنا ودي إني أهكر هذه، تمام. دحين شو تسوي؟ تفك التليفون، جاتك المهمة، آي طيب خلاص، شايفين القائمة اللي فوق سهم يمين ومربع صح؟ أباها تكون ظاهرة عندك، أباك تفك التليفون وتروح عند جيرالد وتضغط إكس وتخش المهمة عادي طبيعي إيزي، ما في أي فلسفة في الموضوع، تمام. دحين ايش تسوي هنا؟ تضغط R1، هيجي معاك ال شو اسمه ذا البورد هذا. دحين ابغاك ايش تسوي؟ ابغاك دبس سهم يمين، سهم يمين كذا يعني مرتين، 3 مرات، 4 مرات، 5 مرات، زي ما انت تحب. بعدين تضغط دائرة وتخرج من المهمة عادي طبيعي ايزي بيزي، هتلقى السيارة معاك تهكرت. الله، دحين ايش تسوي عشان تاخذها لك؟ اوف اوف اوف، شوف العلامة حقت الكرو حقت مرة كبيرة صح؟ الله حلو. الحين شو تسوي؟ تضغط مربع، هيطلع لي انه قيمة السيارة قيمتها كم؟ 120,000، يا بلاش، مرة رخيص. خلاص تضغط اكس وتختار الجراج اللي تبغاه، مثلا الاوتو شوب. الحين ننتظر شوية عبل لا ترسبي معنا السيارة. طبعا هذه السيارة وصلت دحين. الحين شو تسوي؟ تركبها وتضغط R2 وتروح تتجه بها لأقرب محل حق لوس سانتوس. دحين تدخل بها لوس سانتوس، غير فيها أي حاجة بس عشان تتخزن معك التكيرة. كده خلاص تخزنت معك السيارة وبس. السيارة صارت جدا جميلة وحلوة، وتضيفها مع المجموعة حقتك حق سيارتك المهكرة وبس. الله يسعدكم، لايك اشتراك نشر، ونشوفكم إن شاء الله على خير، مقطع جديد، مع السلامة.